السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأجيب على الأسئلة المصاحبة لنص عاقبة التهور لمستوى الثالث ابتدائي. السؤال الأول: أنمي معجم. سؤال الأول في أنمي معجمي: أضيف صفة. سؤال الأول: أضيف صفة لكل كلمة مثل هذا. نحن عطينا مثال: لون، لماع، منبه، رنان. يعني زدنا رنان على منبه وزدنا لماع على لون. هنا غادي تشوفوا: منحدر، جروح، نصائح، طريق، طبيب. هنا منحدر، اش يمكن لنا نقوله؟ منحدر بسيط. هنا كتبوا بسيط، جروح عميقة أو جروح خفيفة. كتبوا جروح خفيفة. خفيفة. نصائح مفيدة. طريق طويل. هنا طبيب مثلا، طبيب ماهر أو لبارع. طبيب بارع. هنا أبين، السؤال الثاني: أبين الكلمة الدخيلة بين المفردات التالية. هنا معقب، جرح، ممرض، سياقة، ضماد، وصفة. هنا إلى لاحظنا كل هذه الكلمات كتعني المجال الطبي: معقب، جرح، ممرض، سياقة، إلا سياقة اللي هي مختلفة عليهم. دونك غادي ندوروا على سياقة. السؤال الثالث: استخرج من النص ضد الكلمات التالية. الكلمة ضدها: راكبين، متباطئ، قلقا، منبسطا. هنا راكبين ضدها نكتبوا راجلين. هنا راجل، متباطئ، هنايا مسرع، الضد ديالها هي مسرع. الضد ديال قلقا، قلقا هي مطمئنا اللي كاينه في النص. مطمئنا، منبسط، نا منحدر. هنا سالينا من هذا الفقرة. هنا أكمل بمفردات من عائلة قادة. هنا قادة عطينا قيد، عطينا قيادة. هنا قائد. هنا ممكن أننا نقول يقود. يقود. مقود.
فائدته. ندوزو للصفحة هنا هاد الأسئلة غنجاوبو عليها شفهيا. ماذا طلب علي من صديقه رشدي؟ طلب علي من صديقه رشدي أن يركب دراجته، فقال له: أيمكنني ركوبها؟ يعني ما أجمل دراجتك، أيمكنني ركوبها؟ السؤال الثاني: هنا بما نصح رشدي صديقه؟ نصحه بأن يسير في ممر الراجلين ويحترم قوانين المرور ويمسك المقود جيدا، يستعمل المكبح في الوقت المناسب، وينظر أمامه ويحذر المنحدرات. هذه هي النصائح اللي قدمها رشدي لصديقه. لم يلتزم علي بنصائح صديقه، بين ذلك. هنا كيفاش نبينوا أنه لم يلتزم بنصائح صديقه؟ هنا عندما ركب الدراجة شرع في التفاخر بها، يمسك المقود بيد واحدة حينا، ويرفع رجليه عن الدواسات حينا آخر، ليظهر مهارته وبراعته في السياقة. وعند وصوله إلى المنحدر لم يخفض السرعة. هذه أهم نقطة، أنه لم يخفض السرعة. لماذا؟ السؤال الرابع: لماذا سقط علي عن الدراجة؟ سقط عن الدراجة لأنه لم يخفض السرعة، وفقد بذلك فقد توازنه. أربط بين التهور والسلوك الذي يدل عليه. هنا عندنا سلوك متهور، وهنا عندنا ثلاث جمل غادي نشوفوا فينا هو ليدل لنا على سلوك متهور. هنا يمسك علي المقود بيد واحدة، هذا سلوك متهور. يلتزم أقصى اليمين، لا، هذا ليس بسلوك متهور بل هو من قوانين السير. لم يخفض السرعة في المنحدر، حتى هو سلوك متهور. إذن غادي نربط هذه ومن بعد هذه. ندوزو السؤال الموالي، أحلل. هنا هي الأسئلة، الأجوبة مكتوبة. هذه نصح رشدي صديقه بأن يسير في ممر الدراجات أو ممر الراجلين، يحترم قوانين المرور، يمسك المقود جيدا، يستعمل المكبح في الوقت المناسب، وأن يحذر المنحدرات. هنا السؤال الموالي: لم يلتزم علي بنصائح صديقي لأنه لم يخفض السرعة عند وصوله إلى المنحدر. هنا نتمم. هنا الجملة الأولى هي: كان رشدي يتجول على دراجتي. هنا ثانية وهي: فقال له علي: ما أجمل دراجتك. نجيو للثالثة وهي: ثم طلب منه أن يركب عليها. الجولة الرابعة: وقبل أن يتسلمها نصحه علي باحترام قانون السير. خامسا: ولكنه لما وصل إلى المنحدر. هذه هي الجملة الخامسة. الجملة السادسة والأخيرة هي: لم يخفض السرعة فسقط. نقرأ التكست كيفاش غادي يجي، عفوا النص.
كان رشدي يتجول على دراجته، فقال له علي: ما أجمل دراجتك. ثم طلب منه أن يركب عليها، وقبل أن يتسلمها نصحه علي باحترام قانون السير، ولكنه لما وصل إلى المنحدر لم يخفض السرعة فسقط. هذا هو التلخيص ديال النص اللي عندنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.